من فترة قريبة كده قابلت أحد أصدقائي ورشح لي مسلسل اسمه يو وقال لي شوفه هيعجبك. جيت أتفرج على المسلسل لقيت شخصية البطل شخصية غريبة جدا، اللي هو شاف بنت حبها وسخر حياته كلها لمراقبتها، والموضوع وصل معاه لدرجة إنه كان بيقتل أي حد بيقرب منها، مش يقرب منها اللي هو يعكسها، لا يقرب منها اللي هو يتكلم معاها يخرج معاها يكون في بينهم أي رابط سواء كان صداقة أو أكتر شوية. فهل حبك لإنسان وغيرتك عليه ممكن توصل بيك لدرجة إنك تسخر حياتك كلها عشان تراقبه وتقتل أي حد يقرب منه وتكون دي متعتك الوحيدة؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. أهلا بكم في حلقة جديدة من فارماستان، حلقة النهاردة من سلسلة حلقات الأمراض النفسية. خليني قبل ما أبدأ معاك في الكلام أخدك في جولة تاريخية وأعرفك ليه الإنسان بيغير. طب ما أكيد الإنسان بيغير علشان عنده دم. في الواقع معظم الدلائل بتقول لأ، وإن السبب اللي انت ذكرته ده تحديدا اتحط عشان يداري على السبب الرئيسي اللي احنا بنغير عشانه، والسبب ده بكل بساطة هو تأمين شريكك عن طريق امتلاكه. يعني زي ما فهمت كده، انك تضمن خلاص ان شريكك اتدبس. الامتلاك ده مع الوقت ما بقاش هو السبب الرئيسي، بل هو بدأ يختفي مع تطور الزمن ويتحول لعلاقة شراكة وندية ومصلحة في بعض الأحيان، سكينة ورحمة في الشكل الأرقى لي أو مجرد حب زي ما العشاء بيقولوا. بس الغيرة فضلت هي النار تحت الرماد اللي ممكن تهد البيت على أصحابه، يعني فضلت الغيرة هي اللي بتمثل شكل التملك في العلاقة، أو زي ما بنسميه عندنا الحب الاستحواذي Obsessive Love. فقبل ما نشرح يعني ايه الكلام اللي فات، تعال الاول نعرف يعني ايه حب. مش هقعد اقولك بقى ان قلبك هيدق ويرفرف وانك اول ما تعدي بس من قدام بيتها هتلاقي نفسك طاير وقلبك هينط من مكانه من الفرحة. بس الحب فعلا هو قوة الطبيعة، حاجة اكبر مني ومنك، واول ما الواحد يقع في حالة حب بنلاقي المواد الكيميائية المسؤولة عن دور المكافأة في الدماغ بتبدأ تزيد بشكل كبير، فبتدينا شوية استجابات جسدية وعاطفية. يعني قلبك يبدأ يدق بزيادة، هتلاقي ايدك بتعرق، وشك يبقى لون الطماطم، حاسس بقلق وبعاطفة، قاعد طول الوقت كده مش على بعضك. وطبعا الحاجات دي كلها بتتجمع مع بعض لما تشوف البنت اللي انت بتحبها. الحب هيديك احساس بالبهجة والسعادة والجمال، لكن لو الشخص اللي بتحبه ده سابك هتحس بألم في قلبك وحزن شديد جدا. فمنلاقي ان اضطراب الحب الاستحواذي او الحب المهووس بياخد كل المشاعر دي لأبعد ما يكون، فبيخلي الشخص يركز على اللي بيحبهم كأنهم حاجة هو ملكها. ومن هنا تعالى احكي لك عن قصة بنت اسمها باتريشا. باتريشا هي بنت متزوجة عندها ابن عنده 9 سنين بتشتغل مصممة جرافيك، لكنها كانت على علاقة مع واحد اسمه وولف. العلاقة دي استمرت لمدة سنة، والراجل ده بعدها قال لها ايه رأيك لو انت اتطلقتي واتجوزتيني؟ فبالرغم ان هي كانت بتحبه حب شديد جدا، الا انها رفضت انها تسيب جوزها. فالراجل ساعتها قال تمام خلاص، يعني اتمنى لك حياة سعيدة مع جوزك ومش عايز اشوف وشك تاني. فهل باتريشا هتسكت؟ البنت دي فجأة حست ان هي بقت مجنونة بيه، بقت تروح لأي مكان بيقعد فيه وتستناه، بتسرق حاجاته اللي ممكن يسيبها في أي مكان عشان تشم ريحته، وحجتها في كده انها كانت عايزة تحس طول الوقت ان هي قريبة منه. اللي زود الطين بلة ان الولد ده بدأ يحب واحدة تانية، اكيد طبعا من حقه، مش هي اللي قالت ان هي عايزة تكمل مع جوزها؟ البنت دي بقى لما عرفت ولعت من الغيرة، راحت شادة سطر الكوكايين وراحت مدورة عربيتها وراحت له البيت عشان تخرب بيته. فقعدت تخبط على الباب وترمي حجارة وترزع وتخبط وتهبد عشان يفتح لها الباب، محدش فتح. فراحت جايبة كل الطوب اللي في الشارع وقعدت تحد في الباب بيه، بنت المجنونة، وعمالة تصرخ قدام البيت وبتقول له افتح لي، أنا عارفة إن أنت هنا، أنت فاكر نفسك هتعمل فيا كده واسكت لك؟ افتح الباب! فكان في واحد صاحبه مركب عربيته وراح يبلغ البوليس، راحت رامية نفسها قدام العربية، ومش بس كده، دي كسرت له كمان إزاز العربية. يعني خلاص باتريشا اتجننت رسمي. اغلب الناس بيجي لهم مرحله كده في حياتهم بيحسوا فيها باضطراب الحب الاستحواذي، لكنه بيكون بدرجه اقل شويه. بمعنى تاني ان الحب في حالاته الطبيعيه بتكون قوته مؤثره جدا، فالناس اللي بتحب بتلاقي الدوبامين والسيروتونين ومواد كيميائيه تانية في الدماغ بتبدا تزيد بشكل غير طبيعي، عشان كده بنلاقي الناس في حاله الحب بيكون طاير من الفرحه والسعاده. بس في ناس المشاعر عندها بتكون قويه جدا لدرجه انهم بيكونوا عايزين يتحكموا في الشخص اللي بيحبوه باي شكل من الاشكال، لدرجة انه ممكن يبان قدامك انه بيعبد الشخص اللي بيحبه ده والعياذ بالله، واي تهديد بيحصل للشخص ده بيخليه يقلب الدنيا رأسا على عقب، زي شخصية جو اللي في مسلسل يو اللي اتكلمت عنه في اول الحلقة. الشخص المريض بالحالة دي بيكون مركز على الكائن اللي معاه كأنه كائن يقدر يستهلكه في اي وقت وخلاص، يعني بدل ما يحبه ويتمنى له الافضل، لا ده بيحبه عشان احتياجه الشخصي للحاجة دي وبس. طب يا ترى ايه هي الاعراض اللي ممكن نشوفها على الشخص ده؟ زي ما قال عالم النفس ريد ملاوي ان الناس دول مش بيفكروا في تأثيرهم على الشخص اللي قدامهم، فنقدر نشوف فيهم النرجسية. فهتلاقيه دايما بيقول انا مش هاممني الشخص ده اصلا بيفكر في ايه، لان علاقتي هتفضل مستمرة بيه مهما حصل.
يعني هقول لك مقارنة بسيطة، انت لما بتحب حد بتبقى شايف دايما ان رفاهيته حاجة مهمة، لكن الشخص المصاب باضطراب الحب الاستحواذي بيكون شايف ان العنف الجسدي والاساءة العاطفية هما اللي حاجة مهمة. طبعا انت لو بتحب حد هتتقبل شخصيته وتعترف ان عنده عيوب وانه مش ملاك، لكن في حالة المرض ده بنلاقي العكس تماما، لان الموضوع بيوصل معاه لدرجة انه بيقدس الشخص اللي بيحبه وبيكون رافض فكرة ان حبيبه ده انسان عادي ممكن يكون فيه اي عيوب. غير كده كمان بيكون صعب عليه انه يتقبل فكرة الانفصال. تنفصل ازاي الكلام ده؟ اوقات كتير بيكون الانفصال مؤلم للطرفين وبيعيشهم في حالة حزن واكتئاب، لكن في حالة اضطراب الحب الاستحواذي الموضوع بيكون مختلف تماما، لانه بيكون رافض فكرة ان العلاقة دي ممكن تنتهي. انت هتسيبني؟ لا، ده انا ممكن اطربق الدنيا على دماغك وعلى دماغ اللي جابوك وعلى دماغ الشارع اللي خلف اللي جابوك. غير كده كمان ممكن الحب والتعلق المميت ده يكون مع ناس مشهورة او ناس مش موجودة اصلا، ممكن يكون مع حد غريب ما تعرفوش ولا عمره شافك، زي كده في مسلسل يو لما البطل شاف البنت دي مرة في المكتبة اتكلم معها كلمتين بقى مسخر حياته كلها عشان يراقبها، لدرجة ان هو تقريبا على ما اتذكر كان واخد شقة قصاد شقتها عشان يفضل دايما حاطط المنظر ويراقبها، وسرق موبايلها عشان يهكر الواتساب بتاعها والمحادثات بينها وبين صحابها فيعرف هي بتروح فين بتكلم مين بتعمل ايه. فموضوع الستوكينج او التجسس على الشخص اللي انت معجب بيه بيكون هنا لدرجة غير عادية، يعني بتلاقي نفسك مع الوقت بقيت مريض بالشخص اللي انت بتحبه. منلاقي المريض هنا كمان ما بيسمعش مشاعر اللي قدامه، ما بيحترمش اي حدود ممكن الشخص الاخر يحطها، بيطلب حاجات مش منطقية، خليك قاعد معايا للنهار واوعى تنام. طب انا عايز انام، انا عايز اروح، ايه الازمة؟ لا 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 لا، لازم تبقى معايا طول الوقت، انت لو نمت تبقى مقصر في حقي، تبقى انت مش عايز تكلمني ولا عايز تكمل معايا. منلاقي الشخص هنا كمان بيحاول يحمي حبيبه بطريقة تخنق، مفيش خروج، مفيش نزول، مفيش صحاب، مفيش كلام، مفيش مفيش مفيش، فالموضوع هنا فعلا يخنق. في حاجات تانية طبعا كتير تخنق زي الاتصالات الكتير، الرسائل عمالة على بطال، عايز دايما يحس بوجودك ويحس بأمان، يطمن انك مش هتضيع منه، فبالتالي بيكون صعب يكون صداقات او يكون على علاقة كويسة مع اهله، لان هو مهووس بشخص واحد بس، يعني منلاقيه دايما منطوي. والموضوع ده طبعا بيكون منتشر في الرجالة اكتر من الستات. كولين سينكلير بيقول ان الموضوع ده عبارة عن سلسلة متصلة من اول الرسائل، نصوص الغزل، الشعر، الحب، مكالمات التليفون المتكررة، ومن بعدها نبدأ في سلوك المراقبة، التعدي، التحرش، العنف. بس طبعا المرحلة دي مفيهاش اي رومانسية، هو بيعمل كده عشان يسبب اللي بيحبه اي اذى وخلاص. فهتلاقي الشخص اللي بيتصرف التصرفات الغريبة دي بيقول لك ان ده شكل من اشكال الحب، كأنك كده بالظبط بتقول عن المغتصب انه عنده شغف تجاه الضحية، حاجة مش منطقية يعني. طب يا ترى ايه السبب ورا كل اللي بيحصل ده؟ ممكن الشخص ده يكون بيعاني من اضطراب ثنائي القطب او الفصام، او انه بيشرب كحوليات بشكل مبالغ فيه، او ان الشخص ده يكون عنده متلازمه اسمها ديكليرامبو، واللي المريض فيها بيفكر ان في شخص تاني وقع في حبه، وغالبا الحد ده بيكون شخص مشهور او في مكانه عاليه. غير كده كمان ممكن يكون الشخص ده عنده اوهام بشكل مستمر، فهتخليه احيانا يتصرف بعنف او ان سلوكه يكون مش متزن. او ممكن يكون السبب في كده ان الشخص عنده جنون عظمه، او ممكن كمان يكون بيعاني من اضطراب الشخصيه الحديه، لان الناس دول بالذات بيكون صعب عليهم ان هم يديروا عواطفهم، فبالتالي هتلاقيه دايما بيحاول يفرض سيطرته على الطرف الثاني. طب يا ترى هل في اسباب ثانيه؟ ممكن الشخص ده يكون بيعاني من اضطرابات التعلق فبيخاف من اي خساره، او ممكن يكون بيعاني من اضطراب ما بعد الصدمه او PTSD، وهنا بنلاقي المريض خايف من الهجر بطريقه مرضيه. يعني لو واحد مثلا اتجوز ومراته ماتت وجيت اتجوز واحده ثانيه بعدها، هتلاقيه خايف على الواحده الثانيه دي من الموت وبيحاول يحميها بكل الطرق. تالت سبب، لو كان الشخص عنده اكتئاب هتلاقيه دايما طول الوقت حاسس انه ما يستاهلش حاجه وانه دايما لوحده، فبالتالي الجانب الوحيد اللي بيكون فيه اهتمام هو علاقته بالشخص اللي بيحبه، فبيحاول يسيطر عليه ويتحول معاه الحب استحواذي. غير كده كمان ممكن الاهل يكونوا مربين عيالهم على قواعد غريبه، زي ان الشخص ده لو ما عملش الحاجه الفلانيه يبقى مش بيحبك. يعني هنا ممكن تكون المشكله في نمط التفكير نفسه، انك تلاقي مثلا الراجل قاعد بيضرب مراته وقاعد بيهلكها نفسيا وفاكر ان دي سمه من سمات الرجوله. فالعلامات دي بنسميها علامات الرجوله السامه، انه يكون شخص توكسيك، يعني انه يكون مسيطر بشكل مرضي وبيطلب من الشخص اللي معاه انه يعمل حاجات اكتر من المفروض يعملها، وبيعاملهم وحش لو خالفوا قواعده ومفيش اي حاجه بترضيه. طب ليه لما حد بيرفضنا بنبقى عايزينه برضه؟ ليه بيبقى عليه سكر؟
السبب في كده ان النوع ده من الرفض بيحفز اماكن معينه في الدماغ مرتبطه بالتحفيز والمكافاه والادمان والرغبه الشديده. والدليل على كده انهم لما استخدموا الرنين المغناطيسي وجابوا 15 مخ لراجل وست اترفضوا من اللي بيحبوهم مؤخرا، لقينا وقت الفحص حاجه غريبه جدا. خلينا المشاركين في التجربه دي يبصوا لصوره الشخص اللي رفضهم، وبعدها شغلنا دماغهم بسرعه بتمارين ذهنيه، والتمارين دي طبعا عشان نلهيهم عن افكارهم الرومانسيه والحنين للشخص اللي بيحبوه. وبعدها عرضنا عليهم صورتين، صورة لشخص مش مهتمين بيه عاطفيا، والصورة التانية للشخص اللي اترفضوا منه. فنتيجة التجربة ان ادمغة المشاركين اول ما شافوا الشخص اللي بيحبوه كانت اكثر نشاط في اجزاء معينة من الدماغ مسؤول عن التحفيز والمكافأة والادمان والشغف والالم الجسدي والضيق. وده حصل اول ما شافوا صورة الشخص اللي رفضهم اكتر من الصورة اللي كانت معروضة لشخص عادي مألوف بالنسبة لهم. يعني اول ما شافوا الشخص اللي بيحبوه ورفضهم كل حاجة ولعت من جديد. يا ريتنا مخليناهم يلعبوا. المهم ان الدراسة دي تم نشرها في مجلة علم وظائف الاعصاب سنة 2010، وقالوا فيها ان الناس اللي عندهم الحالة دي بيعانوا فعلا من ادمان المخدرات، بس المخدرات هنا هي الشخص اللي رفضهم. يعني خلصنا من مشاكل ادمان المخدرات، دخلنا في مشاكل الرفض. طيب بعد ما حكينا الكلام اللي فات ده كله، هل في علاج؟ في بعض الخطوات اللي ممكن اي شخص يجربها في البيت، زي مثلا انه يكتب كل المشاعر اللي بيحس بيها جوه ورقة، وبعدها يقطع الورقة دي كأنه بيقطع معاها كل مشاعره. تاني حاجة يحاول يبعد عن كل الحاجات اللي بتفكره بالشخص اللي سابه، زي مثلا صور قديمة ليهم مع بعض او هدايا كانت جاياله، اي حاجة ممكن توصله انه يفتكر الشخص اللي سابه لازم يتخلص منها في اسرع وقت. يبدأ يعمل حاجات تلهيه وتشتت انتباهه زي القراية او الرسم او انه يمارس هواية بيحبها تخليه مركز فيها طول الوقت ومستمتع، وتبعد عنه اي فرصة انه يفكر في الشخص اللي سابه. يحاول يقضي وقت اكبر مع عيلته واصحابه اللي بيحبوه، يخرج كتير ويتفسح، يحاول يمسح اي محادثه بينه وبين الشخص اللي سابه عشان مش كل ما يلاقي نفسه فاضي يقعد يفتح في المحادثات دي ويحصل انتكاسه كاننا ما عملناش اي حاجه. لو انت بتعاني من المشكله دي خليك دايما عارف ان الهوس اللي انت وصلت له عمره ما هيوصلك لقلب الشخص اللي سابك، يعني عمره ما هيخليه يحبك غصب عنه. فحاول تعيش مع مشاعرك، احزن براحتك، محدش قالك ما تحزنش، يمكن الحزن يخليك تنسى، بس افتكر ان الحزن برضه مش هيرجع لك الشخص اللي سابك. لو جربت بقى كل الحاجات اللي فاتت دي والوضع ما مشيش معاك، نبدا ساعتها نشوف طبيب نفسي. فالعلاج هنا بيعتمد على ان الطبيب يحدد سبب الافكار اللي عندك، يا ترى الافكار دي جايه منين؟ بعد كده يبدا يعالج السبب. يعني مثلا لو كان السبب ان انت مصاب بالفصام، هيبدا الطبيب يديك ادويه تسيطر على الاوهام والافكار السلبيه اللي بتجيلك لحد ما نتخلص منها بشكل نهائي. غير كده كمان ممكن تاخد بعض الادويه اللي بتظبط تركيز النواقل العصبيه في الدماغ زي مضادات الاكتئاب ومضادات الذهان، فهنبدا نسيطر على الاعراض بشكل احسن. وطبعا الادويه دي بتاخد اسابيع علشان تشتغل. للاسف الناس اللي بيكون عندها المرض ده بتكون شايفه ان سلوكهم ما فيهوش اي مشكله، وان اللي بيعملوه ده كله بيكون بدافع الحب، وان المشكله دايما بتكون صادره من الشخص اللي بيحبوه. يعني انا ملاك ما بعملش اي حاجه، وكل اللي انا بعمله ده عادي ما فيهوش اي مشكله، فيها ايه يعني لما اكون انسان توكسيك؟ فبالتالي بيكون صعب انهم يعترفوا انهم عندهم مرض. فاول ما المريض هنا يبدا يدرك ان في خلل بالفعل ويلاقي كل الناس بتبعد عنه، ممكن وقتها يبدا يحس ان فعلا في مشكله، وطبعا دي هتكون اول خطوه للعلاج. اضطراب الحب الاستحواذي من الامراض المعقده والغريبه اللي نادرا ما بيحس الشخص المصاب بيها ان هو فعلا عنده مشكله، وطبعا ده بياكد لنا اننا مهما وصلنا لدرجات متقدمه في العلم والابحاث، هيفضل المخ البشري من اعقد الالغاز اللي مش قادرين نفهمها بنسبه 100%. اشوفكم الحلقه الجايه. لو المحتوى اللي بنقدمه عجبك وعايزنا نستمر، اشترك في قناه فارماستان على يوتيوب، وما تنساش تشغل الجرس. هتلاقي المصادر تحت الفيديو، وهتلاقي معمل الاكونت الشخصي بتاعي على انستجرام لو حابب تتابعني بشكل شخصي. تابعنا باستمرار وكن مواطن في جمهوريه فارماستان. سلام عليكم.